بسوريا كنا عم نشوف فرح العديد من الفعاليات والأنشطة والمؤسسات اللي هي مجتمعية وأهلية، وكانت كلياتها عم يكون لها أهداف تخدم المجتمع المحلي والأهلي بسوريا. لحتى نتعرف عن تفاصيل مع مؤسسة مبدعون من أجل الوطن، معنا عبر الهاتف الدكتور بهجة عكروش رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبدعون من أجل الوطن. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك. عفوا، يسعد صباحك دكتور. ألو. يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. صباح الخير، يسعد صباحك. صباحك يا رب. خبرنا دكتور بداية قبل ما ندخل بالتفاصيل عن كيفية التنسيق وآلية العمل مع هيئة التميز والإبداع. طبعا بشرفنا دائما ان نحن نتواصل ويكون في عنا تشاركيه مجتمعيه مع كل الجهات والمؤسسات الفاعله بالمجتمع واللي يكون لها دور على المستوى الابداعي العلمي والثقافي والفني. نعم. هيئه الابداع والتميز طبعا هي هيئه عريقه لها حضور كبير جدا في رعايه الأمور العلمية للطلبة في الإبداع العلمي، ونحن كمؤسسة مبدعون من أجل الوطن كونه أحد الأهداف الرئيسية هو رعاية الإبداع العلمي، فكان لابد من التشبيك أو لابد من التواصل والعمل مع الجهات والمؤسسات وخاصة مثل هيئة الإبداع والتميز التي تتميز بهذا الموضوع. من هذا المنطلق كان لابد من التواصل ما بين الجهتين وما بين الهيئة والمؤسسة للتنسيق والعمل على رعاية المشاريع أو رعاية الحالات الإبداعية ذات الصلة فيما يتعلق برعاية الإبداع والتميز. كان لكم لقاء مع دكتور بهجت، بشو الإفادة اللي يمكن ظهرت من خلال هذا اللقاء اللي كان مع هيئة التميز والإبداع بما يدعم مؤسستكم طبعا؟ نعم نعم، الست هلا دقاق طبعا هي حدا متعاون جدا، عنده رؤية واسعة، عنده أفق مهم جدا، لذلك كان التواصل مع الهيئة من خلاله كان مهم جدا فيما يتعلق بكيفية تأطير العلاقة ما بين المؤسسة والهيئة، وخاصة أنه المؤسسة الآن تبحث أو لديها عدة مشاريع وهناك مشروع له علاقة بالمدرسة الإبداعية، وهذا يتوافق جدا مع رؤية أيضا هيئة الإبداع والتميز، فتم التنسيق للقاء وكان لقاء موسع وكان لقاء مهم جدا فيما يتعلق بكيفية وآلية الاستفادة من الخبرات والإمكانيات الموجودة لدى الهيئة ولدى المؤسسة، وكان هناك يعني الحمد لله توافق كبير جدا وهناك رغبة من الطرفين في أن يكون التعاون يثمر هذا العمل شيء جميل يفيد المجتمع السوري، يفيد الدولة السورية، وهذا هو دورنا الحقيقي ما بين الهيئات والمؤسسات والمجتمع الأهلي في أن كيف يمكن أن يكون هناك ربط ما بين الفكر الحكومي والفكر المجتمعي في إدارة هذه الملفات وخاصة هذه المشاريع التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير المجتمع، تطوير الدولة، ومن خلال تطوير الأفراد الموجودين في هذه المشاريع. نعم، برأيك دكتور اليوم من خلال خبرتك ومن خلال هذه الاجتماعات المتكررة، شو هي يمكن الحاجات الأساسية لحتى فعلا نحقق إن كان التميز إن كان الإبداع وإن كان حتى الارتقاء بالشباب؟ وفي البداية الفكر، عندما يكون الفكر صحيحا ويكون القرار صحيحا، الرؤية صحيحة، يكون هذا هو الخط الأول. ثانيا هو تأهيل الأشخاص وتأهيل الكوادر التي يجب أن تعمل على هذه الأفكار، يجب أن تكون أن ترتقي هذه الكوادر إلى مستوى مهم جدا بالأكاديمية وبالخبرة كي تحقق هذه الأفكار وتحقق هذه الأعمال. إن شاء الله تعالى يعني نعمل على هذين الخطين بالتوازي من خلال الفكرة الصحيحة والرؤية الصحيحة وأيضا الكوادر الحقيقيين. هنا يكمن أيضا بالمرحلة الثالثة تأتي يعني تأمين
الأرضية أو اللوجستية لهذه المشاريع لإطلاقها بشكل صحيح، وبالتالي إيصالها إلى ما نبغي إليه أو إلى ما نبغي إليه. من هذا المنطلق نحن عم نشتغل كمؤسسة، وعم نشبك مع الجهات الحقيقية مثل وزارة التربية، مثل وزارة الثقافة. يتم طبعا اتفاقيات رسمية موجودة وموقعة ما بين المؤسسة والوزارتين، إضافة إلى بعض الهيئات والمؤسسات المجتمعية. طبعا نؤكد على أن تكون من نفس الفكر، من نفس آلية التفكير، ومن نفس آلية الاهتمام. في هذا المنطلق، في هذه الحالة العامة، نصل إلى ما نريد من تطوير للمجتمع وتحقيق لهذه المشاريع. يعني بنتمنى تحققوا كل شيء عم تسعوا إليه بمؤسسة مبدعون من أجل الوطن دكتور، ويا رب هذا العمل يلاقي صدى وفعلا نستثمر من خلاله إبداع الشباب السوري. شكرا كثير لك دكتور، ويعطيكم ألف عافية يا رب.